السلام عليكم، كي دايرين؟ على قبل ما نبدا لكم لا فيديو، بغيت نشارك معكم حصريا في قناه حيل وافكار مع فدوى لا نوفيل كوليكسيون ديال امين عمب. هذه البنات سميتها داليا، عامده لكم بهذا لو باك اللي فيه اون ناب اللي تبارك الله كلها مصوبه بالقطن ومطروزه بالصم اللي في الدوغي لارجونتي والبرونز. هذا القطن هذا راه صب ورد، وتيجيو فيه طرزات اللي هابطين لتحت اربعه تبارك الله اللي جاوا متولين. هاد لا ناب كيجيو معهم 12 نابون 12 سربيته، وشوفوا لي الطرزه كي دايره، هائله هائله فريمون، حمقاتني. عرفتو حطيت معاه سيرفيس ديال الطباس اللي هو عادي، مي في الحطه ديالو بهاد لاناب جا سبيسيال. في الثمن ديالو مناسب جدا، وبالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش الامينهم، هذا هو الرقم التليفون ديالهم 06 61 10 59 29، كاين في مدينه الدار البيضاء في ميرسولتون، سينو راه تيديروا لا ليفريزون المغرب كامله وحتى خارج المغرب. دونك هاد لو باك اللي خديت عندهم فيه لاناب بالسربيتات ديالو اللي هما 12، وكيجيو معاهم لي زانو اللي بالصم اللي تاهما يا 12. بامكانك تاخدي كل حاجه بوحديتها، تاخدي لاناب بوحديتو، تاخدي كذلك لي زانو بوحديتهم، وتاخدي الفوطات بوحديتهم. كما بامكانك انك تاخدي لو باك كامل. فوطات البنات كاينين جوج، كاينه واحده صغيره وواحده متوسطه اللي تاهي مطروزه بنفس الطرزه اللي شفتو في لاناب. ودابا يلاه معنا نشارك معكم النهار ديالي كيفاش داز. اول حاجه بديت بها هي كاس ديال الماء اللي تنكون درت فيه انقطاط ديال الحامض. هاد القضيه قلت لكم كتعاونني بزاف على ان نهاري كيبدا مزيان وولفتها وحتى صحيا مزيانه. ونعاود نقول لكم الناس اللي ما عندهمش مشاكل في المعده ديروها، ما تخافوش منها، ولكن الا كان عندك مشاكل في المعده لا انصح بها. وتاني حاجه اللي كتعاونني في نهاري ولا ما درتهاش، النهار ديالي ما كيدوش مرتب، هي انني كنفيق في الصباح كنكتب اشنو الاولويات ديالي، شنو الحوايج اللي خصني ندير في الدار خارج الدار في الخدمه، وتنكتب داكشي كاولويات. وثلاثة الاولين ضروري يداروا، ثلاثة الحوايج اللي كنكون كاتبة تحت منهم هادوك الا داروا راه احسن، عاد الحوايج اللي هما يا الا درتهم راه يكون نهار مزيان. واغلبية الوقت كندير نص الحوايج والحمد لله النهار كيدوز مزيان. عقلتوا على هاد المعن هادو، شاركتو معكم هادي شي كتر من شهر ونص. تخيلوا ما بقاش ليا الوقت حتى باش نغسلهم ونرجعهم بلاكار. اليوم عاد كتاب بغيت ندير هكا غديوة زوينة وفطور زوين، وانا نقول علاش لي ما نحطهمش دوك الاواني اللي شريت شحال هذا. دونك جبتهم غسلتهم وخليتهم ينشفوا، ودابا غنوجد معكم واحد الفطور ساهل ماهل وبنين بزاف. اولا درت زيت الزيتون، حطيتهم في هادو البنات، هادو راه كيدخلوا للفران، كيدخلوا للميكرووند، وكيتغسلوا في لو لافيسيل. كيعجبني اللون الاسود في المواعن، غادي تلاحظوا معايا هاد القضيه بزاف. كنشريهم كيجيو متولين في الحطه، خصوصا الا كنتي غتحطي حطه اللي هي خفيفه. من بعد خديت الفلفله في اللون الاحمر والاصفر، وخديت طوماط سوريس قطعتهم طريفات صغار، زدت معاهم مليحه، وكنت درت زيت في الاول. من بعد غادي نجيب البيض كذلك، غادي نحط بيضه بيضه في كل بلاصه، وغنجيب الفرماج ديال مازدام. لوغو ديالو كيجي بنين بزاف مع البيض ومع الفرماج، وغادي ندير فرماج مازدام هو الاول، عاده غادي نزيد فوقهم البيض، وغادي ندخلهم الفران وغنشعل عليهم العافيه من الفوق لتحت. كتاخذ مني المده ديال 10 ديال الدقائق، وكتوجد لك واحد المقيله بنينه بنينه بزاف، سيغتو ان هذيك طوماط سوريس كطيب مزيان، والفلفله كتبقى شويه شاده في راسها، كتعطي داك لوغو ديال الحلاوه مع الحموضه، والفرماج والبيض كيجي هائل. ومن الفوق البنات كندير شويه ديال الكمون، فريمون كتجي غزاله بزاف، جربوها وسهله مهله. كالعاده تنعاود نقول لكم نفس الجمله، هي با ميو انك تحطي لك حطه زوينه الا كنتي ما تسنايش حتى يجيو الضيافة عاد تحطي لك الماعن زوينين وتحطي لك لاناب زوينه. لا، راسك هو الاول. حطيت الطبيله ديالي، حطيت الاواني اللي عندي، غادي تلاحظوا حتى البراد البنات درتو في النواغ. هاد البراد شريتو شحال هذا، عقلتو على الدار اللي كانت عندي في الجبل، راه شريتها في هذيك الفتره. ونيت غنجبد معكم الموضوع ديال الدار اللي في الجبل وديال الحياه قبل وبعد. كيوصلوني بزاف رسائل تيقول لي فدوى راه من عندنا كنشوفوا الفيديوهات ديالك كنحسوا بالاحباط، وشحال دا فاش كنا كنشوفوا الفيديوهات ديالك كنكونوا فرحانين لان داكشي اللي كنتي كتقدمي شحال هذا بحال داكشي اللي حنا عندنا في الديور ديالنا. راه البنات راه ما تبدلت حتى شي حاجه، راه انا هي انا، راه تبدلوا غير الحيوطه. واكيد لو كادر فاش كيتبدل كتبدلوا مع حوايجات اخرين، المواعن كيبانوا احسن، وعدت شويه انا زايده تناخذ معنات شويه الثمن ديالهم زايد، كنفرح براسي اكثر. ولكن هذا الشيء راه ما جاش هكاك، راه جا مورا خدمه وتعب وصهير وبكى وفرح وبزاف الحوايج زوينين وبزاف الحوايج خايبين. راه كنبينوا لكم هنا في لي ريزو سوسيو غير الحوايج زوينين باش ما تشوفينا تفرحي. الهدف ديالي انا من الفيديوهات هو انني ندير لك لا موتيفاسيون على نهارك،
انا راه السيده اللي كنتلاقى معاها كلامي كامل كيدور على خصك تخدمي على راسك، خصك ديري ان بروجي، خصك تبغي راسك، خصك تهلاي في راسك. الا طلبات مني اكيد نصيحه، حيت ما يمكنش تنصحي شي واحد هكاك. ديما فاش كيطلب منك شي واحد نصيحه عاد ديك الساعه كتعطي، اما لما طلب منك حتى شي واحد حتى شي حاجه كتسكت. فاش كنتلاقى مع السيدات او فاش كنهضر معاكم في الخاص في انستغرام، ولا مثلا كيطلب مني رسائل في الجمال، هذا هو الجواب ديالي: خدمي على راسك. راه والله الا الحمد لله الله سبحانه وتعالى كبير، كيشوفك من كتكون كتسعالي في الخدمه، من كتكون كتطلبو، من كتكون كتسهر ليالي. راه الا جلستي وحاضيه هادي وهادي وهادي وكتخبي داكشي في القلب ديالك وتقولي انا فاشله انا ما درت والو، راه ما بيان سور غتبقاي في بلاصتك. ولكن شوفي باش تموتيفي. انا كنفرح بزاف فاش كيصيفطوا لي ميساج بيا في الدوام: من عندنا كنشوفوك بزاف الحوايج زدناهم، بزاف الحوايج قديناهم، كنا خايفين من بزاف لي بروجي وبسببك خرجنا وسولنا وتعلموا. راه والله الا الصعيب هو انك تبقاي جالسه بلاصتك وما تاخديش الخطوه الاولى. وهنا غنقول لكم واحد الحاجه اللي انا كانت سبب انني وقفت بزاف الحوايج، وانني كنت كناجل وكنت كنخاف من انني نبدا. وبزاف صحاباتي من غيسمعوا هاد لا فيديو يقولوا في دواه بصح شنا معاك هادشي، كانوا تيقولوا لي علاش ما بغيتيش تبداي في حوايج اللي كان كيشوفوني فيهم وكنعرف ليهم، ولكن كنت كنخاف انني نبدا. ديما كنبقى ناجل، فداك التاجيل ديال ديك الحاجه هو اللي كيخلي عندك داك ستريس، هو اللي كيخلي عندك داك الخوف، هو اللي كيخلي عندك داك الضغط. فماشي انا اللي كنضغطك ولا انا اللي كنبرصتك بالفيديوهات ديالي، لا، خوفك من انك تبداي. فانتيا كتبغي ديري واحد الحاجه ديريها وبدايها. شوفيني، شوفي الحوايج اللي غادي يسلكوك في لي فيديو ديالي. راه في دوالي كان شحال هذا، راه ابدا ما تبدلاتش، راه هي انا نفس الماكله، تبدلو غير المعان والحيوطه. واكيد هادشي راه خصو يتبدل، حيت في نفس البلاصه ديالي كوني متاكده ان اول فكره غادي تجيك هو انني انسانه فاشله، وغتقولي اي هضره كنقول لك كنفدت بها غير راسي. فلو فات انك شفتيني طورت من حاجه لحاجه، هذه شي حاجه كتفرح، يعني تقولي الانسانه شو كي بدات وشو كي وصلت. فانا حتى انا بامكاني انني غنبدا من واحد النقطه، وان شاء الله نوصل لواحد النقطه زائد واحد، ومن بعد نقطه زائد جوج، وهنا غاده حتى نوصل داكشي اللي انا باغا. فخدي النقاط اللي غتفرحك وبعدي للحوايج اللي غتحزنك، وما تحكميش على الحياه ديال الواحد بالشوفه اللي انت كتشوفيها. راه حنا في لي ريزو سوسيو، سواء في يوتيوب ولا انستغرام ولا تيك توك ولا اي حاجه شفتي، راه ماشي هذيك هي حياتنا 100%. حنا كنوريوك جزء منا. وتخيلي دابا انا في مده شهر كنشارك معك ثلاثه الفيديوهات، كل فيديو فيه 15 دقيقه. ما غتحكميش على حياتي في ديك 15 دقيقه اللي كنحط لك، راه غير 15 دقيقه من حياتي صورتها ليك، قديتها ليك، درت لك اكله زوينه اللي جربتها مره وجوج عاد صدقات لي وحطيتها ليك. يعني راه باش نحط لك اكله، راه شوفي راه جربت شحال من مره الوصفه، جوج وثلاثه واربعه، مره كتصدق مره لا، مره مسوسه، مره خايبه. نهار صدقت لي وتعلمت ليها عاد حطيت لك. يعني شوفي شحال ديال الفشل كان مورا ديك الاكله اللي غادي نحط لك، فما بالك في الحياه. هاد الهضره اللي تنقول لك راه ما وصلت ليها حتى بيان سور، تعلمت بزاف د الحوايج وطحت في بزاف د الحوايج وضحكت وبكيت وبزاف. حاولي تشوفي ما وراء وبداي اي خطوه كيما بغيتي تكوني. انا راه تنتلاقى مع الناس، واحد النهار تلاقيت مع فام ماناج، بقينا كنهضروا كنهضروا، نعاود لكم على القصه، بقينا كنهضروا على بزاف د الحوايج، ومن ضمنهم وانا تبارك الله السيده راها عارفه في بزاف د الحوايج، عارفه لي برودوي، عارفه لي ماشين، عارفه تبارك الله السيده خدامه من مدينه مراكش هادي. بقينا كنهضروا كنهضروا، وانا نقول ليها اشي واش نتيا ما كتفكريش ديري مشروعك بوحدك؟ قالت لي لا، قالت لي ما نقدرش ندير مشروع بوحدي، خصني نكون قاريه وخصني. قلت لها علاش؟ قلت لها بزاف الناس اللي ما قارينش تبارك الله دايرين الحاجه ديالهم، ولكن كتكون عندهم الحرفه وانت تبارك الله عارفه. قالت لي انا عارفه، قالت لي ولكن ما عنديش البيرمي، ما عنديش. قلت لها شنو عندك في العائله ديالك؟ عندك ولدك قاري، هو اللي وقفيه، هو اللي سوق ليك، هو مثلا اللي كتعرفي العيالات. وبقيت كل شويه كتشوفو تجي عندي وتقول لي مدام فدوى راه كيدورتي ليا في راسي هاد الهضره، راه ما انا خدامه وكنفكر فيها. قلت لها الله يسخر. مؤخرا عيطات لي في التليفون قالت لي شوفي الا احتاجيتي اي حاجه راني حليت انا ولدي المشروع ديالنا الصغير، راه ان شاء الله كنجمعوا العيالات وتمشيو تنديروا الميناج في الفان شونتي في هذا. قلت لها والله الا الله يسخر. وكل شويه تنسول فيها كنشوفها فين وصلت، وتبارك الله راه هي الله باتيه وغاده. يعني شوف خاصك غير ديك الخطوه، انا هذيك الهضره تسمعها باش تموتيفا. انا كنحاول نقولها لك من الفيديو، كنقول لك راه حتى شي حاجه ما صعيبه، شريطه تكوني ذكيه اشنو غادي تختاري تخدمي فيه. ما تكونيش مثلا انت فهمتي في الميدان ديال الباتيسري وتمشي تحلي باتيسري، راه ما غاديش تقدري.
ولكن الا خديتي وقت وقريتي وتعلمتي وشفتي ودرتي دي ستاج تقدري تحلي باتيسري. مي في واحد العمر كتكوني ذكيه كتشوفي اشنو الحاجه اللي انت كتعرفي ليها وكتبغيها وكتصدق لك وسيري ديريها تعلمي ليها وتبعيها بشويه بشويه تتوصلي ان شاء الله باذن الله. وهذا الشيء اللي تنقول لكم من القلب حيت فعلا انت كتستاهلي حياه احسن كوني على يقين. ولكن هذيك البديه فين بقات؟ بداي توكلي على الله وبداي باذن الله. مهم انا وجدت الفطور فطرنا ابخي الغداء تشوفوني وجدت صالات لان تغديت بوحدي ولكن العشاء كنت عارفه غنجمعوا حنايا لا فامي صغيره غنجمعوا العشاء ان شاء الله. فقلت غادي ندير لاكليت لاكليت البنات بالزوينه في هذا البرد انت جالسه وكتشوي وديك السخونيه والناس كيديروها نورمالمون وما كيتفرجوا في شي حاجه. انا قلت لا ما غنمشيش ناكل فشي بلاصه لان كان الليل. هاد الفيديو راني صورته لكم في الويكاند قلت انا من غنسالي غنسد الكوزينه وغادي نعس باش ما تكونش عندي الريحه ديال الماكله تشد ليا في البيت وتشد ليا في الدار. دونك نخلي كلشي في الكوزينه وحطينا الطابليت وجلسنا تفرجنا وحنا كناكلو لاكلات ديالنا. شنو وجدت فيه؟ سلقت البطاطس لان هاد الاكله كيكون فيها البطاطس محطوطه كتكون فيها الفرماج ديال لاكلات كيتشرى من لي سوبر مارشي. وخديت داكشي اللي كيتشوى خديت شويه ديال الصوصيص خديت شويه ديال الهدان اللي درت فيه القامه ديالو الكفته كذلك ودرت كذلك اللحم اللي هو رقيق حتى هو درت فيه القامه ديالو وحطيته. وقلت غادي يكون هادشي كيتشوى حنا المغاربه ضروري تكون شي حاجه كنشربوها ان سوب ولا كنغمسو. قلت اجي ندير البصاره بما انه البرد وتوحشناها. شحال ما كليتها درتها في الثيرموميكس جات هائله. درت 250 غرام ديال الفول غسلته مزيان ونقيته درت معاه 5 دروسه ديال الثومه درت معاه الملحه درت معاه كذلك الكمون وتحميره الفلفل الاحمر وزدت معاه 100 غرام ديال الماء اللي دافي وخليته كيطيب على درجه حراره طالعه اللي هي فيروما ودرت ليه المده ديال 30 دقيقه. غير طابليه طحنته مده ديال تقريبا 30 سكوند درتو في الفيتاس ديال 10 جات رائعه. وكالعاده فما كتبغي تحطي الطبلات نقول لك حطيها لك مزيانه باش حتى لومبيونس ديال الماكله وانت جالسه كتاكلي مع الاسره ديالك سواء الصغيره والكبيره تعقلوا عليها. واحد الحاجه اللي كنديرها زوينه فاش كتكون عندي الغاكليت هو انني كنديرهم في دوك القضبان ديال الخشب باش هكا فاش كنحطهم يتشواو كنلقى كيفاش نقلب. القضيه براتيك بزاف. بالنسبه للكفته البنات درت فيها القامه ديالها وتا هي درت ليها نفس الطريقه درتها في القضبان باش كنبقى كنقلبهم كيما بغيت. حتى من الخضر درت البصل الفلفله الفلفله للاسف ما كانش عندي اللون الاخضر. اللون الاخضر سبحان الله كيعطي واحد الجماليه في الطبق. انا من ما كانش عندي خدم داكشي اللي عندي ولكن درت معه شويه ديال الربيع باش بانت الحطه زوينه. دونك كلشي درته في القضبان كي قلت لكم باش نقدر يجيني الشوا هكايا وحنا جالسين ساهل ماهل. واحد الملاحظه هادشي اللي شفتو دابا وجدتو راه ما كليناش كامل حيت حنا ما كناش بزاف كنا دو بيرسون. ولكن فاش كنكون مجد الغاكليت في الليل كنعرف راسي الغد لي في الغداء انا مرتاحه. شي فسرينا الغداء جمعت كلشي داكشي اللي بقى لي اللي ما طابش ولا حتى اللي طاب نص طيبه فرقتهم في دي بواط ديال الزاج اللي كيتسدو مزيان ودرتهم في الثلاجه. الغد ليه البنات حطيت داكشي درتو في الاير فراير وجدتو في الطبله مع ان سالاد وغدايا كان واجد. وحتى سالينا العشاء ديالنا عاد ديك الساعه مشيت درت تيزان ومشينا تفرجنا في ان فيلم. حاجه اخرى البنات بالنسبه للغاكليت دور ما تيكون فيها البطاطس انا كنسلقها باش ملي كنجي نحمرها فوق الغاكليت ديالي كتكون مزيانه كتجي هي هذيك في الطيبه ديالها. هي في الغاكليت الحقيقيه البطاطس ما تيحيدوش ليها القشره ديالها غير انا ما تنقدرش واخا كنغسلها مزيان كتبقى تبان ليا راه ما هياش ضروري ما كنقشرها كنسلقها وتنحطها. والفرماج البنات راه كاين فرماج قلت لكم في السوبر مارشي سميتو غاكليت كيدوب دغيا تيجي معلك تيجي في الحطه زوينه. بالنسبه للبصاره جات هائله. انا قلت لكم البصاره ديال الثيرموميكس راها بنينه بزاف والفوق كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون النيوره وكندير معها كذلك الكمون كتجي بنينه بزاف. وكاينه هذيك اللي تتخلط فيها جلبانه وكذلك الفول حتى هي نفس الطريقه في الثيرموميكس هي كتجي هائله. وانا البنات درت كميه كبيره خليت منها للعشاء ديال الغد ليه. عرفتوا انا من داك النوع الا ناض خصو يطيب كلشي ويطيب كميه كبيره باش كيتهنى لان من اكثر الحوايج اللي سبحان الله ما كنبغيش نديرها هي الطياب. طياب من الحوايج اللي تنديرهم حيت عاد واجب عليا انني نطيب مثلا فطور غدا عشاء. عاد كاينين شي ايامات اللي كتكوني مشهيه شي اكله وكنت نوضي طيبيها بالشهوه هذيك بوحديتها. ومن الوجبات اللي كتجيني صعيبه هي العشاء. العشاء البنات كنت تصيبي ما عرفت اشنو تقولي ليا ندير وما نوضش نطيب العشاء.
ولكن شنو غديري؟ كتكوني مسؤوله على اسره، ضروري ما خصك تنظمي وقتك وتنظمي الترتيب ديالك في الدار باش تقدري تاسوري هاد لي شغل اللي كيكونوا فيكس ودي كيكونوا كيتعاودوا، طياب الجميع. شتو انا الجميع في الدار نبغي نجمعو، كنجمع بكل متعه. شتي الطي اللي هو صعيب ونبغي نطوي وما نبغيش نطيب، هكا كنقول سيدات برافو عليكم، الله يعطيكم الصحه على الصبر ديالكم، على وقوفكم مع الاسر ديالكم، برافو عليكم. حتى شي واحد ما يجي وينقص منك يقول لك انت ما كديري والو، راكي جالسه غير في الدار. اجي جلس في الدار وشوف المراه اللي جالسه في الدار شنو كدير، عاد قول انت غير جالسه في الدار. بالعكس انت راكي مكلفه باسره وواقفه على وليداتك وعلى دارك، فبرافو عليك.